سالي، فقرتنا هلا بتهم كتير من الاشخاص بمختلف الاعمار. خلينا نحكي اليوم عن الامن والامان الالكتروني، امن التطبيقات يلي هو مجال واسع من امن المعلومات يشمل نقاط الضعف في البرامج تطبيقات الويب والهاتف المحمول التي يمكن الوصول اليها من خلال عمليات المصادقة غير الآمنة. صحيح فرح، وللأسف صارت المعلومات مخترقة، معلوماتنا الشخصية مخترقة ومهددة أيضا وتتعرض للاختراق، خصوصا أنه صرنا عم نستخدم الإنترنت يعني بشكل يومي، سواء بحياتنا اليومية بالبيت بكل تفاصيل حياتنا، النت موجود، وأحيانا بلا نت بيتم يعني بصير واحد صار يستفقد شيء معين اكتئاب بحياته، نظام الاكتئاب. وأكيد أكيد لحتى نتعرف عن تفاصيل يمكن نحن ما بنعرفها ومشاهدينا حابين يعرفوها ويتعرفوا عليها، عن الاختراق كيف بيتم، حتى عن الأصدقاء واقتراح الأصدقاء. معنا بالاستوديو زميلتنا ومهندسة المعلوماتية منار قسام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير سالي. أهلا وسهلا. صباح الخير. يسعد صباحك منار. واليوم عم نحكي يمكن عن عالم كتير واسع. مين منا منار يمكن ما عنده واتساب، فيسبوك، انستغرام، تويتر إلى آخره، بمكان واحد بجهاز واحد. فاليوم كيف نحمي أنفسنا من الاختراق مع كثرة هي المواقع؟ تماما فرح، حكيت كلنا صار عنا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، سواء كان مثل ما حكيت تويتر، إنستغرام، فيسبوك، وما بقى فينا من دونهم يعني. فضروري ننتبه لمجموعة من القصص، أهمها أنه نحن ما نضغط على أي لينك بيوصلنا كمسج، كدايركت مسج، من سواء من أشخاص نحن بنعرفهم أو أشخاص نحن ما بنعرفهم. ضروري أنه ما نضيف أشخاص وهميين، بيجينا كتير طلبات صداقة من أشخاص وهميين ما بنعرفهم، ما لنا مضطرين نحط حالنا تحت بند أنه نحن ممكن نتهكر من قبل هدول الأشخاص. ضروري نتبع سياسة الأمان سواء كانت بفيسبوك أو بأي صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي. بإعدادات الأمان نحن بنقدر نربط حسابنا الفيسبوك مع رقم التليفون، ومن خلال الصفحة صار فينا نقدر نشوف شو هن الأجهزة اللي عم تدخل على حسابنا، يعني نحن منفوت من الموبايل بيتسجل. تماما، فتنا من اللابتوب بيسجلنا اللابتوب شو نوعه، بيسجلنا الوقت بأمتى آخر وقت نحن كنا أكتيف فيه على فيسبوك، شو هو البراوزر اللي نحن فتنا منه، كل إعدادات أمان. وممكن يوصلنا مسج على الموبايل أنه في حال حدا حاول أنه يخترق حسابنا، فنحن ساعتها مضطرين نفوت ونعمل إعدادات الأمان، هي نغير مثلا من كلمة السر ونطلع ساين أوت من كل حساباتنا يلي فايتين فيها من أجهزة تانية غير الموبايل. نعم، يمكن منار فصلتي بشكل دقيق هيدي العملية وذكرتي الرابط يلي عم يتم فيه اختراق العديد من الحسابات. بس تعرفي أحيانا أهالينا كبار شوي فبيبعتوا لهم، فبيبعتوا هنا روابط. كيف فينا نعرف أنه هذا اللينك أو الرابط هو هاكرز؟ تماما. هلا بالبدايه الهاكرز هن شو بيعملوا؟ هن بيجوا للملفات اللي ترسل عاده، بتكون ملفات وورد، ملفات باوربوينت او بي دي اف، بيدمجوا مع برمجيات خبيثه غالبا من نوع تروجان، وبيبعتوا هدول الملفات. هلا كيف بدي اعرف انه هذا اللينك اللي وصلني هو هاكر او لا، لحتى يخترق لي حسابي وياخذ لي المعلومات؟ عادة اللينك بيكون إذا وصلنا مثلا من صفحة فيسبوك، عادة اللينك بيكون بياخذنا لصفحة خارج صفحة الفيسبوك، لازم أعرف متى ما أخذني لخارج صفحة الفيسبوك إنه يشك بأمره. الموقع اللي أخذني عليه بيكون موقع غير موثوق ومانه معروف، مانه من الصفحات المعروفة والموثوقة، كمان هذا بيخليني أشك فيه. عادة اللينك بيكون تسميته عبارة عن أحرف مانه مفهوم كتير، أو أرقام، أو ممكن مسماني بأسماء يعني بترغبنا انه نفتحها، مثلا بيكتبوا بيعنونوا بمعلومات هامه جدا جدا، فالانسان بصير هيك بصير عنده فضول انه انا بدي افتح هذا الملف وشوف شو هو. فهو اي لينك بيجينا من حدا نحن ما بنعرفه ما لنا مضطرين نفتحه، لانه مجرد ما عملنا له انستول تثبيت صار الفيروس موجود عندنا اللي بيهكرنا حسابنا.
تماما. او ممكن مثلا من اللابتوب، مو شرط التهكير دائما من الموبايل، ممكن من اللابتوب نحن بنفتح صفحه البراوزر تبعنا، يعني نفتح مثلا كروم، نفتح فايرفوكس، فبيجينا دائما هيك مثل رسائل اضافات بنسميها اد اونز، انه نضيفهم على صفحه الفايرفوكس او الكروم. كمان هي ممكن تكون فيروسات، مجرد ما عملنا لها تثبيت بيتهكر الحساب تبعنا او اللابتوب تبعنا. نعم. يعني كمان منار كثير بنصادف مثل ما قلتي قبل شوي باشاره سريعه انه في حسابات وهميه، نحن ما لنا مضطرين نقبل اضافتها، لكن في كثير من الاشخاص بشكل عشوائي بيقبلوا الاصدقاء، كيف ممكن نحن نميز الحساب الوهمي من الحساب الاساسي والحقيقي؟ هلا بالتوسع الكبير للسوشيال ميديا واستخدامنا لها صارت كثير منتشره الحسابات الوهميه، خصوصا حسابات وهمية على فيسبوك. حتى شركة فيسبوك صرحت من فترة أنه عندها ما يقارب 80 مليون حساب وهمي على شبكة الفيسبوك، على الرغم من أنه فيسبوك بتشدد كتير وقت حدا يعمل حساب على الصفحة بإعدادات الأمان تبعيتها. هلا نحن كثير بيوصلنا طلبات كاشخاص عاديين، او حتى حضرتكم كمذيعين اعلاميين بيوصلكم طلبات كثير من اشخاص هن وهميين، كيف بدي اعرف انه هذا الشخص وهمي؟ هلا بفوت على الصفحه اللي له، بشوف ممكن يكون حاطط صوره ما بتتلائم مع المعلومات اللي هو حاطه عن نفسه، وعاده بيحطوا صور ما يعني صور مثلا مناظر طبيعيه، او ممكن يحطوا صور ممثلين مو صورهم الحقيقيه. صحيح صحيح. ما بيكون عندهم معلومات واضحه كثير وين هن موجودين، كانون شو تعليمهم، ما بيكونوا كاتبينها. بنفوت على صفحتهم ما بنلاقي منشورات يوميه، ما بنلاقيها اب تو ديت، يعني مو كل يوم عم بينشروا، بالشهر مره او هيك، او ممكن نفوت ما نلاقي عندهم صور كثير. هلا كل شيء فينا نعمله بهذا بهي الحاله انه نحن بناخذ صوره الحساب اللي شاكين في انه حساب وهمي، بنروح على جوجل بيكتشر نعمل بحث على هي الصوره، في حال لقيناها لحساب ثاني مباشره لازم نعمل تبليغ على هذا الحساب، ضروري نعمل، لانه اذا نحن تجاهلنا الموضوع وغيرنا تجاهل الموضوع بتتفاقم هي قصص الحسابات الوهميه وبيزيدوا كثير. صحيح منال. يمكن قبل ما ننتقل لسؤالنا الثاني اللي هو كثير هلا رح يكون سؤال يعني بيخطر على بال الكل، بس خلينا نقول انه مثل هيك حسابات عم يكون في بيناتنا اصدقاء مشتركين وبكميه كثير كبيره مو حاسين، يمكن بنشوف نحن كميه هالاصدقاء فنحن بنضيفهم، هذا الشيء يمكن نوهتي عليه انه نحن لازم نبلغ عن هذا الحساب. خلينا ننتقل لشيء ثاني حتى ممكن بيصادفنا بحياتنا اليوميه وبنستغرب منه، هو الاشخاص المقترحين على الفيسبوك، ممكن نصادفهم احيانا بالشارع، احيانا مثل ما حكينا بالنادي بنادي رياضه، واحيانا بشي كافيه قاعدين فيها، بنتفاجئ بنجي على الفيس بنلاقي هدول نحن وين شايفينهم؟ عم يقروا افكار. تمام. يمكن هذا التخاطر، معقول في تخاطر، فبنشوفهم من ضمن قائمه الاصدقاء المقترحين. كيف عم بتصير هاي؟ هلا معقول تكون فيسبوك عم تقرا افكارنا او هي موجوده معنا بكل اوقاتنا؟ هلا اللي بيكون صاير بهيك حاله، مثلا كنت موجوده بالجيم او كنت موجوده بشي كافيه، فانت ممكن تكوني عملتي تشيك ان انك انت موجوده بهذا المكان. الشخص الثاني اللي هو منو صديقي كمان عمل تشيك ان بهذا المكان، يعني سجل انه هو موجود بهذا المكان. حلو. فيسبوك بياخذ التشيك ان اللي عملتوه مو لانه انتم ما بتعرفوا بعض، بس لانه المكان المشترك بيناتكم هو هذا المكان، فبيصير بيقترحكم لبعض ممكن تكونوا اصدقاء، او ممكن مثلا ما عملت تشيك ان، انت شغلت الجي بي اس على موبايلك، لقط اللوكيشن، هو شغل الجي بي اس او هي شغلت الجي بي اس على موبايلها، لقط اللوكيشن، كمان بيعتمد على اللوكيشن وبيعتبر انه انتم موجودين بنفس المكان، لازم اقترحكم لبعض، او مثلا حاطين انه انا مثلا متخرج من الجامعه الفلانيه، بيكون نفس الجامعه، كمان بيحطكم اقتراحات لبعض. هلا في شيء بدي احكيه عن فيسبوك يمكن ما كل الناس بتعرفه، في تقرير سابق لصحيفة الاندبندنت البريطانية قالت انه فيسبوك عندها ميزة انه هي بتقدر تفتح المايك تبع الموبايل بشكل بدون ما يشعر فيه اليوزر، بدون ما يشعر فيه صاحب الحساب، وبتسجل الحديث تبعنا وبتاخذ منه كلمات مفتاحية keywords وبتحللها على الأجهزة تبعيتها، وعلى أساسها بصير بتقترح لنا سواء كأشخاص يكونوا أصدقاء لنا أو كصفحات اهتمامات لنا، يعني نحن حدا مثلا
حضرتك حدا بيهتم بالموضة بفوت على صفحة الفيسبوك بيلاقي من الصفحات اللي علاقة بالموضة مثلا مقترح له أو اللي علاقة برياضة أو شيء. هلأ بالبداية فيسبوك كذبت هذا الخبر، بس بعد فترة رجعت وأكدت أنه لا، نحن عنا هي الميزة، بنقدر أنه نفتح الميكروفون للموبايل ونسجل حديث اليوزر، ولكن هذا الشيء نحن بنستخدمه لغايات تحسين الأداء لليوزر. متجسس. هلا هني هيك بيقولوا يعني، بس انه بيحتفظوا بالمعلومات وقت ما بيستخدموها. مو خبريه سالي ابدا ابدا. طيب منار، يعني عندنا كثير اسئله لحضرتك. بالاول بدنا نشوف استطلاع من الشارع، راي العالم وقد ايه عندهم يمكن وعي ومعلومات بامر الهاكرز، وكيف بيقدروا يمكن البعض منهم يرجع حسابه. خلينا نتابع مع بعض. شو عمل حماية للفيسبوك؟ ما في، بس كلمة السر الاعتيادية، ما في أي حماية أخرى. مأكدته برقم الموبايل وبحساب الجيميل، بس هيك كافي. يعني في شيء اسمه المصادقة الثنائية، إنه ما بيفتح غير إذا وصل حسابك، غير إذا وصل رمز على موبايلك. فأنا هاي عاملتها، إنه حتى إذا بيفتح من جهاز تاني لازم يوصلني رمز على موبايلي حطه على الجهاز التاني، رقم موبايلي. عملك حمايتك على صفحة تواصل إيميل احتياطه، في شيء كمان اسمه أصدقاء موثوقين، بتحط 3 أصدقاء مشان إذا صار شيء كمان لصفحتك تتواصل مع الأصدقاء الموثوقين، مثلا مثل إخواتك، رايبيني كذا هيك. طب بس انه بيدخل رقمه او ايميله وانه بخليهم يبعثوا له كود وبيدخله وبيرجع الحساب محله. حتى رجعت صفحتها ذاك اليوم اول شيء كان موصول على الايميل، فلما سجل حدا غريب تسجيل دخول فورا اعطوني اشعار على الايميل انه سجل حدا غريب تسجيل دخول. فورا انا شيء سمعت بهالشيء فت على الحساب، غيرت كلمه السر بسرعه وعملت تسجيل خروج من جميع الاجهزه. بعدين مشان ما يرجع يتهكر في شيء اسمه التحقق بخطوتين، توصل رقمك الموبايل على الحساب الفيسبوك، بس تعمل هيك بصير ما فيك تفوت تسجل دخول، مو بس بكلمة السر، بصير بقى بدي يرسل لك رسالة رقم على رقم موبايلك مشان يسجل دخول، هيك بتحمل الحساب أكتر. فرح، يمكن رأي الشباب كان الغالب، خصوصي أنه الشباب هن أكثر خبرة بالإنترنت لأنه بشكل يومي يتعاملون. منار، يعني مثل ما شفنا صار في إلمام كتير كبير بموضوع الهاكرز، ولكن أحيانا الأشخاص يمكن الشباب، فئة الشباب صار عندها إلمام كتير كبير من خلال احتكاكها اليومي بعالم النت، بهذا العالم الواسع، ولكن أحيانا يمكن أشخاص بيتعرضوا للاختراق ممكن عبر شغلاتك صغيرة كتير مثل ما قلتي رابط أو لينك. خلينا نحكي أنه كيف فينا نعرف أنه الموبايل مخترق أو اللابتوب مخترق؟ هذا الشيء كتير مهم لأنه كل حدا فينا غالي عليه، خصوصيته غالية عليه، فخلينا نعرف خصوصيته غالية عليه ولازم ينتبه لها. يعني نحن في مقولة أنه معلوماتنا الشخصية المهمة between our fingers، يعني هي بين أصابعنا، سواء كانت على اللابتوب أو على الموبايل. هلأ رح أحكي في حال كان على الموبايل أو على اللابتوب، شو اللي بيخليني أعرف أنه أنا اخترقت؟ ممكن نشوف اللابتوب عم يطلع لنا مسيجات كتير يطلب منا أنه ندخل كلمة السر الخاصة فينا أو نحط معلوماتنا الشخصية، أو نلاقي أنه اللابتوب أو الموبايل عم بيعمل ريستارت لحاله بدون ما نطلب منه نحن هذا الشيء، أو الإعدادات اللي نحن حاطينها من لقيها متغيرة. يعني مثلا ممكن نحن نكون حاطين صفحة الهوم بيج مثلا جوجل أو شيء نلاقيها متغيرة لحالها، كل هاي المعلومات بتفيد أنه نحن اخترقنا، لأنه هاي كل إعدادات نحن ما لنا حاطينها تغيرت. فضروري بهذه المرحلة مثلا بحالة اللابتوب نحط أنتي فيروس أصلي، يعني يكون موثوق، وبحالة الموبايل ضروري كتير نحن ما نعمل شيء اسمه روتينج بحالة موبايلات الأندرويد، أو نعمل جيل بريك للموبايلات اللي بتشتغل على نظام الاي او اس الايفون، لأنه هي كلها بتضاعف إعدادات الأمان بأنظمة التشغيل.
ودائما بس يطلبوا منا بموبايلاتنا تحديث لنظام التشغيل لازم نعمله، لانه بكل مره في فيرجن جديد عم بينزل هني عم بيسدوا هاي الثغرات الامنيه، ضروري نحن نعمل تحديث لاجهزتنا مشان نتبع. منار، سؤال يمكن كثير بيخطر على بال الاشخاص، خاصه انه اليوم في هي التطور الكبير بالتكنولوجيا والاختراق الكبير من قبل الهاكرز، مكالمات الفيديو على الواتساب او خلينا نقول الماسنجر هي امنه ممكن اختراقها؟ هلا بالبدايه بس لاقول هي التقنيه اللي بتستخدم بحاله الاتصالات الفيديو هي اسمها فويس اوفر اي بي، بيستخدموها لاتصالات الفيديو عبر الانترنت. هلا طالما في ابلكيشن بيستخدم الانترنت فهو ما نو امن 100% على الاكيد. كل شيء مسجل كتسجيلات فيديو او صوت بكل شيء واتساب فايبر او ماسنجر او اي شيء، والفايبر مسجلين كله سكايب كلياته، كل الشركات المالكه لها قادره انها تسجل كل اتصالاتنا الفيديو او الاتصالات العاديه. هلا نحن شو فينا نعمل؟ ما فينا ابدا ما نستخدم هي الابلكيشنز، مضطرين نستخدمها، بس كل شيء فينا نعمله انه نحن نحمي خصوصيتنا، يعني ما نحاول نبعث عن طريق هي الاتصالات نبعث صور خاصه كثير لنا، ما نمرق كلمات السر، ما نحكي عن حساباتنا البنكيه، كلنا هلا عندنا حسابات ولو كانت بسيطه، مثلا هون بسوريا حسابك البنك فيك تفوت وتحول مصاري، ممكن تدفع فواتير او شيء، فعندك حساب بنك موجود على الموبايل، حاول انك ما تبعث الارقام، حاول انك ما تعمل سيف لهي المعلومات عندك على الموبايل. نعم صحيح. منار شكرا كثير لك، شكرا للمعلومات اللي قدمتي لنا اياها، نتمنى كل شخص فعلا يتبع خطوات الامان والحمايه على كافه مواقع التواصل اللي عم يستخدمها، شكرا لك. شكرا فرح، شكرا. بدنا نشكر وجودك معنا مهندسه المعلوماتيه منار قسام، شكرا على المعلومات اللي اديتنا فيها.